السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مشرف كره مصريه وعشاق غرزيه كره مصريه ومتابعي ومحبي قناه الكره مع الحريف. كل يوم بنطلع ونتكلم، لو انا بتاخر عليكم بيكون غصب عننا، في مشاكل نور، في قطع نور كتير، في حاجات كتير بتحصل، في دروبات بتحصل، ممكن تيجي تنزل الفيديو يحصل في المونتاج مشكله، يحصل في الداونلود مشكله، ده الطبيعي يعني، ده احنا في مصر يعني مش في اوروبا، تمام؟ فاحنا كل يوم يعني بقالنا فتره ماشيين على اتجاه واحد، ان احنا كل يوم بننزل حلقه الساعه 10 عشان نتواصل مع بعض وعشان نتكلم عن اخبار الدراويش واخبار الكره المصريه وما يحدث في الكره المصريه ومواعيد اللقاءات واستعدادات، نتكلم عن كل ما يدور في الكره المصريه من ايجابيات وسلبيات. بعد كده تنزل القناه او الفيديو بينتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستا وتويتر وكل مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المنصه الرئيسيه هي اليوتيوب، لاني هي اللي بينزل عليها الفيديو في العرض الاول والعرض المباشر او القناه او العرض المباشر للفيديو او العرض الاول للفيديو. فعشان كده بطلب منك كل حلقه بالاشتراك واللايك والسبسكرايب عشان تبقى معايا على العرض الاول وعشان تتواصل معايا على طول، وعشان لو في تعليق احنا بنبص على اليوتيوب وعلى تعليقات اليوتيوب اكتر من اي منصه ثانيه، تمام؟ لاني في بعض الجروبات الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي بتركن شويه الفيديو عندها ساعه ساعتين لغايه ما المسؤول عن الجروب يفكر ينزل الفيديو. ف عشان كده بطلب منك تتواجد معايا على اليوتيوب على منصه اليوتيوب بالاشتراك واللايك والسبسكرايب عشان اول ما يجي ينزل الفيديو وانت فعل زر الجرس على الحريف فتنزل لك قناه الكره مع الحريف فينزل لك على طول مباشر الفيديو. معلش انا طولت عليك بس حبيت اوضح للناس لان في بعض الناس كتبت على موقع التواصل الاجتماعي يا حريف انت بتنزل الحلقه متاخر. لا يا باشا، الحلقه كل يوم بتنزل ولكن انت مش مشترك على اليوتيوب. بعض مواقع التواصل الاجتماعي بتنزل الفيديو متاخر، دي مشكله مواقع التواصل الاجتماعي، تمام؟ فاتمنى اشتراك واللايك وسبسكرايب عشان نفضل متواصلين مع بعض وعشان اقدر اتابعك وتتابعني على طول. بشكر كل متابعين القناه وكل اللي معايا على القناه على التعليقات الجيده اللي هنتكلم فيها النهارده. بعد التعليقات بتاعت الناس هنتكلم في كام تعليق كده انا خدتهم كده عشوائي بصراحه، هنتكلم فيه وهنتكلم في اخبار الاسماعيلي وهنتكلم في الكره المصريه، لان السوشيال ميديا دلوقتي شغال على مشكله رحمه الله النجم الخلوق احمد رفعت وما يحدث من فساد في الكره المصريه. السوشيال ميديا كله بيتحدث عن هذه النقطه. احنا هنتكلم النهارده عن الاسماعيلي وعن استعداد الاسماعيلي وعن حاجه، معانا اخبار كتير النهارده، عايزك بس يا صديقي تنتظر معايا اخر حلقه ولا تنسى الاشتراك واللايك والسبسكرايب عشان نكبر معا وعشان الدنيا تتوغل وننتشر معا والقناه تكبر، لان طول ما القناه بتكبر صوتنا بيوصل للمسؤولين وصوتنا بيوصل للعيبه وصوتنا بيوصل للكلام ده كله. قبل ما نقول صلى على رسوله على اله وصحبه وسلم، بشكر كل متابعين القناه على التعليقات وعلى المتابعه وعلى الدعم للقناه. سريعا كده هنتكلم في كام تعليق، في بعض التعليقات طبعا ما عليهاش اسماء، ايميل بدون اسم، فانا هقوله اكيد صاحب التعليق عارف هو كاتب ايه. التعليق من عبده او بودي بيقول لك ايهاب جلال لا يصلح أن يكون مديرا فنيا للإسماعيلي. والله إحنا اتكلمنا في النقطة دي. إحنا المفروض آخر سيزون نختم بس الأربع لقاءات وبعد كده نفكر فيما هو قادم. مدرب مصري، مدرب أجنبي، إحنا عايزين قبل المدرب المصري أو المدرب الأجنبي عايزين لعيبة، عايزين خبرات، عايزين لعيبه قلبها على الفريق، لعيبه تصنع الفرق، لعيبه يكون ليها تواجد في الاسماعيلي احنا نستفيد بيه كجمهور. ده قبل المدير الفني. ثانيا بالنسبه لجلال او حمزه او مدرب اجنبي ده يرجع ل الكابتن علي ابو جريشه ومسؤول الاسماعيلي، تمام؟ احنا اتكلمنا امبارح في احصائيات الاسماعيلي السنه اللي فاتت والسنه دي. برضو الاستاذ برضو اسمه مش مكتوب، انت غير موضوعي تماما اليوم للاسف، انت كنت عايزني انا غير موضوعي،
انت عايزني ابقى موضوعي، الموضوع بالنسبه لك اللي انا هقوله لك. الكابتن ايهاب جلال الخلوق العالمي اللي بيصنع من الفسيخ شربات، كابتن ايهاب جلال اللي عمل طفره احنا ما شفناهاش في الكره المصريه، مش هو ده اللي انت عايز نقوله؟ يبقى انا كذاب، يبقى انا منافق على طول كده. تمام، انا بقول الصراحه، ولا مع ايهاب ولا مع حمزه ولا مع ابو الحسن ولا مع الكابتن علي ابو جريشه ولا مع اي حد، انا مع الكيان فقط لا غير. تمام، قبل ما بقيت السؤال بتاعك، يعني لان انت كتبت تعليق فوق وبعدين تعليق تحت، قبل ما تعمل مقارنه شوف اللعيبه اللي كانت موجوده. هنشوف اللعيبه اللي كانت موجوده مع حمزه واللي كانت موجوده مع ايهاب. اللعيبه دي ما فيهاش غير ياو. حلو، هتيجي تقول لي كريم بامبو؟ لا، كريم بامبو قبل حمزه. تمام، مدبولي، سيرجي اكا جه في اخر ايام ما عادش كتير مع حمزه. تمام، مين؟ هاشم ما كانش مستبعد، هو اللي استبعده ايهاب جلال. عرفات هو اللي استبعده ايهاب جلال. مين تاني؟ محمد حسن هو اللي استبعده ايهاب جلال. احمد محسن هو اللي استبعده ايهاب جلال. تمام، صالح جمعه اتأهل واتظبط وطلع على العراق، ما استفدناش منه. صفقات بقى اللي جابها ايهاب جلال، حمزه جه ولقى الناس دي ما اشترتش صفقات. حمزه الجمل ما اشترتش صفقات عشان ما نكذبش. حمزه الجمل لقى الناس دي موجوده، يعني هو ما اختارش حد او عمل افاده. تمام، وصعد برضه من تحت، هو اللي مساعد الساعي، هو اللي مساعد اياد، الناس دي. تمام، كابتن ايهاب جلال صعد مين السنه دي؟ ما صعدش حد. نادر كان موجود مع حمزه. محمد خاطر والقط والناس دي ما شفناهاش. جاب 7 صفقات. مين بيلعب منهم غير عبد الكريم مصطفى؟ اريك تراول؟ لا، ده اريك تراول احنا بنلعب ناقصين يا باشا، احنا ما بنلعبش 11، احنا بنلعب 10. احنا ما بنلعبش 11، احنا بنلعب 10. اريك تراول مش موجود. تمام؟ ده بالنسبه للمقارنه اللي انت حابب تعرفها. تمام؟ ده بالنسبه. طبعا بصراحه الاسماعيلي ده يحتاج ايهاب او حمزه. بقولت لك برضه نخلص 4 تلقاءات وبعد كده نشوف ايه اللي هنحتاجه وايه اللي مش هنحتاجه. لا، بالنسبه دي بعض الاسئله الموجوده، معلش باقي الناس اللي انا ما جاوبتش على باقي اسئلتها، لان ما فيش اسئله كتير على الحلقه بتاعت امبارح، لانها نازله الساعه 11 وربع في الرينج ده، لاني النور قطع كتير امبارح وانا بعتذر على ما حد. طبعا عوده الاسماعيلي اليوم للتدريب الجماعي استعدادا طبعا بعد اجازه منحها الكابتن ايهاب جلال والجهاز الفني الاسماعيلي للاعيبي الفريق لمده يومين. هيعود النهارده التدريب الجماعي في الساعه 5 استعدادا لمباراه الجونه. طبعا يستعد الاسماعيلي للعوده لمنافسات الدوري الممتاز عندما يستضيف الجونه 22/7 على استاد الاسماعيليه في 7 مساء، مباراه هامه. انت الاسماعيلي عنده 3 لقاءات، جونه هيلاعب 3 فرق من اللي بيعامل جونه وبلديه ومقاولين. سموحة مباراة في اخر الموسم هتكون اسهل، مش محتاجة. المفروض ان انت لو خدت 7 بونت من 3 بونت فانت مش محتاجة، خلاص مباراة سموحة بتعادل بفوز بهزيمة مش هتفرق معانا كتير. تمام، ده بالنسبة لاستعداد الاسماعيلي لمباراة الجونة. الشيخ اجرى جراحة الغضروف بالركبة اليمنى طبعا ويغيب عن الملاعب لمدة 3 اشهر. طبعا احنا اتكلمت في الحلقات اللي قبل كده قلت لك ان احمد الشيخ كده خارج هذا الموسم بعيدا عن الاسماعيلي او عن تدريب او عن لقاءات او عن اي حاجه. طبعا الداخليه او اسف يبحث الجهاز الفني الاسماعيلي عن اكثر من وديه استعداد لتجهيز لاعب الاسماعيلي بدنيا وتاهيليا قبل لقاء الجونه او قبل ال4 لقاءات القادمة للإسماعيلي. طبعا هنتكلم عن 5 أندية التي تعاني أو اللي بيها مشكلة. عندك 5 أندية لديها مهمة صعبة. المقاولون هنجيبها بقى من تحت بعيدا عن الداخلية، لأن الداخلية لعب 30 لقاء فاز في 3 وتعادل في 10 وانهزم في 17 لقاء، يتبقى له 4 لقاءات.
وهو عنده 19 بوند عشان يوصل للمنطقة الدافية اللي هي مثلا باركو 30 بوند. الموضوع صعب جدا، 21 بوند وهو مثلا اللي عنده 12 بوند. فالداخلية باي باي. تمام، نتكلم بقى عن الخمس أندية التانية. المقاولين لعب حتى الآن 27 لقاء، يتبقى له 7 لقاء. لسه قدام المقاولين فرصة، لسه قدام المقاولين فرصة العودة أو التواجد في الممتاز الموسم القادم. تمام، عندك بعد كده بلدية المحلة لعب 29 لقاء ولديه 23 نقطة. فرق بينه وبين باركو اللي فوقه على طول 7 بونت، وهو عنده لسه تمام 5 لقاءات و15 بونت وعايز 7 بونت عشان يخش في الدفع. الله اعلم ايه اللي جاي، الله اعلم، مفيش حسابات لكرة القدم. تمام، لان في بعض الانديه بتشتري لقاءات، عشان نبقى واضحين مع بعض، في بعض الانديه بتشتري لقاءات اسمع مني. تمام، ده بالنسبة لبلدية المحلة لاعب 29 وعنده 23 نقطة. فاركو اللي هو كده في المنطقة ده، في انت عندك الداخلية مقاولين بلدية، بعد كده فاركو عنده 30 بونت وعنده لاعب 29 لاعب 30 لقاء وعنده 29 بونت. تمام، يعني فرق بينه وبين البلدية 6 بونت لقائين. تمام، الاسماعيلي بعد كده لعب 30 لقاء وعنده 31، والجونه لعب 30 لقاء وعنده 32. الفرق بين الاسماعيلي والجونه اللي هيلعب بونت واحد. تمام، وفرق بين الاسماعيلي والبنك 2 بونت. يعني العلم الموضوع سهل جدا جدا جدا، ولكن عايزين رجاله بس مش اكتر. تمام، الانديه اللي انت هتلعبها الثلاثه اللي هم بيعانوا ما عندهمش مفر غير الفوز، اكون او لا اكون، عشان نبقى واضحين مع بعض. هيلعبوا قدامك مباراه للتاريخ، مباراه كؤوس، اكون او لا اكون. ده بالنسبه، لكن بالنسبه للداخليه باي باي الى الدرجه الثانيه. رساله من الجهاز الفني للاسماعيلي لجمهور الاسماعيلي، الجهاز الفني ومسؤول الاسماعيلي، ورساله للجمهور الاسماعيلي: محتاجين مساندة جمهور الإسماعيلي في الأربع لقاءات القادمة لعودة الإسماعيلي إلى مكانه الأفضل. هما محتاجين الجمهور، ما أنتوا بتعاملوا الجمهور بطريقة سيئة. أنا من أول واحد بقول الجمهور يدعم النادي، والجمهور يساند النادي ويساند اللعيبة ويساند الفريق. ما قدمناش حلول، ونتكلم من اول التحضير في حاجه جديده، في صفقات جديده، في لعيبه جت واخدت فلوس ومحامين اللي هيشيل الليله. ده اهدار مال عام يا بشر. نادي الاسماعيلي نادي دوله، نادي محافظه. اتمنى المحافظ الجديد ان يكون عنده كلام عما يحدث في الاسماعيلي، لان طبعا ده نادي محافظه اولا واخيرا. دي بقى ترجع للجمهور، عايز يروح الاستاد ويأزر، فهو هيكون طبعا السند الاول والاخير للكيان، لان احنا هنا من اجل الكيان، اقسم بالله احنا هنا من اجل الكيان. الواحد ما تعرفوش الواحد بيطلع ازاي وبيعاني ازاي وبيعمل ايه وبيعمل ايه عشان خاطر الكيان، عشان احنا دي الحاجة الوحيدة اللي مش هنقدر نغيرها. تقدر تغير ابنك، تقدر تغير ابوك، يعني موضوع صعب. اتمنى يعني من جمهور الاسماعيلي يساند ويأزر ويدعم حتى الرمق الاخير. ما قدمناش غير كده يا باشا، مش عشان خاطر حاجة، عشان الناس اللي راحت ارواحها من اجل النادي الاسماعيلي بس. امبارح كان في لقاءات، امبارح في اليورو، النهاردة في برضو نهائي يورو. امبارح كان في اسبانيا وفرنسا، وفازت اسبانيا على فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد. طبعا لمواجهة من سيفوز في لقاء اليوم بين هولندا وانجلترا، من سيفوز من هولندا وانجلترا في العاشرة مساء سيواجه اسبانيا في النهائي، والثالث والرابع على من يقابل فرنسا. مواجهات قوية، منافسات اقوى،
اتمنى لعاشقي ومحبي الكره المصريه، واتمنى لمحبي نادي الاسماعيلي وبرازيل الكره المصريه، قبل ما يخرج من هذه الحلقه، لو عندك سؤال، عندك اي حاجه، اكتب لي في التعليق من تحت، في التعليق تحت. لو عندك اي استفسار برضو اكتب لي اي حاجة عايز تكتبها، مفيش مشكلة، طمني عليك حتى بلايك او اي حاجة، عرفني الدنيا فيها ايه. تمام، لو حابب تعرف اي حاجة عن اسماعيل بالنسبة للصفقات، بس عشان قبل ما اقفل، الصفقات الحالية والصفقات القادمة هتكون عن طريق كابتن ايهاب جلال. اخيرا قبل ما تخرج من هذه الحلقة، لا تنسى دعم اخوك وحبيبك الحريم بالشراكة واللايك والسبسكرايب عشان نكبر معانا، وعشان نعرف الدنيا كلها ان احنا هنا من اجل مساندة الاندية الشعبية والجماهيرية مما يحدث من فساد في الكرة المصرية، وايضا لمساندة الاندية الشعبية ومؤازرة هذه الاندية، ونتواصل كجمهور معا ونوصل ما يحدث في الكرة المصرية لبعضنا البعض. اتمنى لكل يوم سعيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.